كيف موضوع عن التأخير عن البرنامج هذا الموضوع هذا يسبب يعني للإدارة ولنا هبوط، فودنا نتكاتف كلنا يعني بما أننا كلنا بفندق واحد زين أن الواحد صح الثاني وهو طالع، يعني عندك بصلة خير من يمثلنا والله يا جاب يمشي يدق علينا الباب، انا شخصيا دق علي الباب يقول لك حنان يلا مشينا ومنها عشان نقوم دقت باب تصحيك؟ لا لا هو دق الباب صحاني انت دقت باب تصحيك زين لا صدق الموضوع والله صدق يا جماعه الخير لان تاخيرنا اذا على مجموعاتنا انا والواحد ما يمثل يعني نفسه بالمجموعه يمثل المجموعه كامله صح فالخساره على مجموعتنا كامله ما هي علينا حنا ولا على نفس شخصي فودي ان نبذل الجهد من اليوم ورايح أبشر. نجي بدري ونحضر بدري ورياليتي يكون عندنا عالي يعني ما في مانع اني انا ومن المجموعة الثانية اني نتعاون بفكرة تكون ناجحة على الشاشة بس اللي بالفندق انت قصدك اللي يطلع ويروح يطق علينا جميع سواء الفندق ولا اللي خارج ما بس موضوع النقاط موضوع النقاط موضوع حتى بتاع المشاهد اي كيف علمك حلال يعني مو الساعة 6 و7 صحيح تراه من الاعصار تراه من الاعصار شوف كيف كلام العصار شوف كيف كلامه قال اذا جت 7 ونص شوف كيف الحرص عليكم هو من العصار قاعد يحرص على الجميع والله حد يجي 6 لا صدق يعني دقيقه ابو دقيقه خلاص دقيقه الكلام بس انا بقول شيء انضباطيه يا شباب لو سمحتوا خلاص هذا اذا كذا انا مالي اي فريق لا 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 يا شباب الانضباط يا شباب الانضباط احنا فريق يا جماعه فريق الاعصار انضباط قوموا بدري موضوع اهم موضوع موضوع بس تراها اسمع بس هذا وقت اهم في الساعه 5 لحد يخلص بس دقيقه شباب الاصوات نحترم المسجد الله يرضى عليكم طيب اكمال الكلامي فهمتوا اكمال كلامي نبي يطلع منظرنا قدام الشاشه كويس اشياء نقدمه للمشاهد بحيث انه يكون مبسوط يعني سواء من جمهوري ولا جمهور عادل ولا جمهور الشباب كلها احنا نصحى ما عندنا بس رجال عزابي من اللي قومه طيب ايه من اللي قومه طيب هنا المشكله في ناس انت تقوم على المنبه في ناس ما يقوم على المنبه يا عادل انا من الاشخاص تقعد بعد الظهر وبعدين تقول من يقومني أنا نام بدري مع المسلمين انا مش اذا طلعنا افضل لا انا والله اتكلم موضوع يا ابو حلان تتكلم موضوع مهم عادي يعني هذا المكان لود هذاك حلان يا ولد اي عادي هذا المكان اللي نجتمع فيه يا ابو ظهير مش نجتمع الحين هذا المكان اللي نجتمع فيه ترى ترى الطرح للكل يا ابو ظهير ما هو لك انت شخصيا لا للكل ما هو لك انت جزاك الله خير جزاك الله خير الصلاه افضل هذا من طيب راسك يا حلان لو سمحتوا يا جماعه الموضوع اللي أنا لقيته في الظرف توني الحين أفتحه مكتوب حال القلب في رمضان وما أدراك ما القلب القلب وش نقول وش نخلي في رمضان مع الطاعات والروحانيات